نجحت الفنانة رانيا يوسف السنة دي انها تقدم عملين في رمضان حققوا نجاح كبير عند الجمهور، وهما مسلسل 7 أرواح ومسلسل افراح القبة. كاميرا عرب وود قابلت الفنانة رانيا يوسف في لقاء حصري للبرنامج وكشفت لنا عن اسرار كتير من كواليس المسلسلين دول. بتدور احداث مسلسل افراح القبة زي ما شفنا في اطار تراجيدي داخل فرقة من الفرق المسرحية في فترة السبعينات، وطالعة رانيا يوسف في دور ثانية وهي عضو من الفرقة. يوم ما تحبي يا ماما تحبي واحد نظيف بيلمع يخرجك من المخروبه دي ويقب بيك على وش الدنيا. عارفه ان كلنا بناتك ومفيش حد ما بيحبش امه. اشبعي بيه، اشبعي بامك يا سنية. مسرحيتك يا ابني ناقصها مسرحيه. اما مسلسل 7 أرواح فطالعه رانيا يوسف في شخصيه كريمان، والمسلسل من بطوله خالد النبوي واياد نصار وبيضم مجموعه كبيره من نجوم والفنانين. أخوك اللي غاوي تفاصة ونجاسة. كل العيلة غاوية نجاسة، بس مفيش حد غاوي قتل. وهي فين؟ هلا اللي كانت معايا فين؟ يا باشا أنت كنت لوحدك ومفيش حد معاك. هلا مين اللي أنت بتتكلم عنه؟ هلا مين يا باشا؟ هلا مات؟ في 7 أرواح هنا أنا ما بحبش أحكي بصراحة خالص، لكن أقدر أقول لك إنه مختلف، جديد، تجربة جديدة كمان للمخرج، لأول مرة بيخرج الأستاذ طارق رفعت وأول مرة مؤلف حمد بشير. مبسوطة بالكاست، مبسوطة بدوري، مختلف خالص، جديد. التركيبة كلها بيني وبين خالد وإياد ووليد حلوة. كريمان شخصية الناس هتحبها وتكرهها في نفس الوقت شوية، وفيها شغل كتير وفيها لعب كتير، وربنا يستر ان شاء الله والمسلسل يعجب الناس ان شاء الله. شخصية ثانية اللي بتقدمها رانيا يوسف في مسلسل افراح القبة قدرت من خلالها انها تقدم شخصية الراقصة الاستعراضية في فرقة مسرح، واللي عندها جانب وطني كبير لدرجة ان بيغمى عليها لما تعرف خبر وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. عبد الناصر مات. رواية للأستاذ نجيب محفوظ، رواية مبهرة جدا، مبدعة جدا، خيالية جدا، حقيقية جدا، واقعية جدا، فيها كل التركيبة مع بعض. صعبة جدا، صعبة من القراية ومن الحكي ومن المشاهدة، محتاجة تركيز ومحتاجة ان الناس تبقى حابة تشوف النجوم دول كلهم وحابين يشوفوا الرواية. كلنا ادوار صعبة جدا جدا جدا، بلس ان احنا كمان بنعمل يعني الى جانب الرواية كدراما احنا بنعمل تاريخي، لان احنا بنرجع لسنة 50 وبنرجع لسنة 60 و70، فاحنا بنعمل تركيبة مركبة. ورغم ان المسلسلين اللي بتشارك فيهم رانيا يوسف محققين نجاح، الا ان رانيا كانت متوقعة النجاح الاكبر لمسلسل افراح القبة وكشفت لنا عن الاسباب. المسلسل كله ان شاء الله يبقى مفاجأة، وانا متوقعة ان مسلسل افراح القبة لا حصل ولا هيحصل على مدار 50 سنة كمان، يعني في كل حاجة، من أول الكتابة، من أول الرواية، للسيناريو، الحوار، للكاستينج، للإخراج، للتصوير، للديكور. الديكور متهيألي أنه يعني بدون مبالغة أنا متهيألي أنه ممكن ياخد جائزة أوسكار على الديكور. فربنا يوفقنا جميعا وربنا يكرم الناس كلها ان شاء الله. رانيا يوسف كملت تصوير جزء من حلقات المسلسلين في شهر رمضان، وهو كان سبب إرهاقها بدرجة كبيرة في الصيام. بس يا ترى ايه هي طقوس رانيا في رمضان؟ هنعرفها حالا. ما عنديش اي طقوس في رمضان خالص، غير ان انا بصوم زي بقيه الناس وبصلي الحمد لله. بحاول ان انا الايام اللي ما يبقاش في عندي تصوير ان انا نام وارتاح، لانه انا بصوم ايام التصوير كمان، يعني وانا بصور ببقى صايمه، لان احنا بنشتغل من بعد الفطار من الساعه 8 لغايه الساعه 10 11 الصبح كل يوم، ساعات بنخلص 2 الظهر 3 الظهر، فيا دوبك برجع انام على طول واصحى الفطار. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. اتفرجوا على مسلسلاتي 7 أرواح وأفراح القبة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. رانيا يوسف.